اهلا بيكم في حلقه جديده من برنامج تفضلوا عندنا. النهارده ان شاء الله الحلقه عباره عن حلقه اسماك وجمبري. هنعمل طاجن سمك فيليه بالخضار، وهعمل كمان جمبري بالكاري مقلي، وهعمل رز بالجزر والجمبري. تعالوا مع بعض نشوف وصفاتنا بعد الفاصل. رجعنا تاني بعد الفاصل. دلوقتي هنبتدي مع بعض اول وصفة، وهي طاجن السمك. عبارة عن ايه؟ سمك فيليه، وممكن كمان السمك العادي اللي بيبقى قاروص او بوري ممكن نقطعه ونحطه، ولو انتم مش حابين ممكن سمك فيليه. وفلفل احمر متقطع شرايح، نعناع مفروم وبقدونس وكزبرة، بصل، فصوص ثوم، خل ابيض وخل عنب، ليمون وكمون مع بهارات سمك ومشروم ونعناع. طيب اول حاجة هعملها ان انا هشوح بس الخضار، السمك مش هشوحه، خلاص احطه كده، احط الفلفل، وطبعا لو مش حابينه سبايسي ده مش هيبقى سبايسي قوي، يعني لو مش حابينه سبايسي ممكن نبدل الفلفل الاحمر بال الفلفل الاحمر القرن بالفلفل الاحمر العادي. طيب هحط الفلفل والمكعبات البصل مع فصوص الثوم، وهقطع كده المشروم وهشوحهم كده ايه تشويحه بسيطه. هقطع كده المشروم. النهارده عامله لكم الوصفات كلها نعملها مع بعض، تبقى سفرة كاملة عبارة عن طاجن سمك ورز بالجزر والجمبري، وكمان جمبري مقلي بالكاري. نقطع كده المشروم. وابتدي بقى اقلبه، وهحط له فلفل اسود. طيب عقبال بقى ما يتشوح كده شويه، تعالوا نشوف الوصفه الثانيه معانا النهارده. معانا رز بالجزر والجمبري، عباره عن رز بسمتي مع جزر وجمبري صغنن متقشر ومخلي من ومتنضف كويس، كرفس، اويستر صوص، صلصه طماطم، بقدونس وفلفل مكعبات، ثوم، معانا بهارات سمك. خلاص هحط هنا زيت، وهحط معاه فص ثوم مفروم، ومعاه الجمبري على طول كده. ورشه كده فلفل اسود مع رشه كمون. واسيبه بس يلون اللون الاورانج ده، واقوم حاطه وراء الجزر على طول. هجيب هنا بقى طاجن البايركس، احط فص كده ثوم مفروم عشان يدي نكهه كمان قويه، احط كده بقى الخضار، وهبتدي اقطع
ارص السمك. بياخد بالظبط تلت ساعة في الفرن عشان يستوي، ما بياخدش وقت خالص. والاحلى ان احنا نحطه كده ني زي ما هو يستوي، عشان لو شوحناه الاول بعدين حطيناه بيتهري كده مننا. خلاص هحط هنا ايه بقى، معلقة زيت كده كمان صغننة. هبتدي بقى احط الكمون مع النعناع، معلقة صغننة من النعناع المفروم مع الكزبرة والبقدونس. ناقص ايه تاني؟ الشبت. واحط معاهم خل العنب مع معلقة من الليمون الكبيرة مع الخل الأبيض. ومعلقة من بهارات السمك. وبما ان في صلصة طماطم ممكن احط ايه، معلقة صغننة قوي كده تديها بس لون كده بينك. الريحة اصلا جميلة جدا. بس هحطه بقى في الفرن. احط بس الجزر الاول هنا كده، هشوحه. وفي الفاصل هنطلع فاصل دلوقتي، هحط فيه طاجن السمك في الفرن وهحط هنا الرز مع الجمبري والجزر. افضل اشوحه ونرجع من فاصل ونكمل صفاتنا. خليكم معانا. تاني بعد الفاصل دلوقتي اهو انا بعمل الرز. كل اللي عملته ان انا حطيت رز مع الجزر والجمبري عشان يتشوح. هبتدي بقى احط بقيه الحاجه اللي هي ايه، فلفل والايستر صوص والكرفس. نحط بس كده الكرفس ونحط حبه صغننين من الايستر صوص. مش قادره احكي لكم بيدي طعم حلو ازاي للرز جدا. وهحط معلقه برده صغننه من صلصه الطماطم. مش عايزاه لونه احمر، انا عايزه معلقه صغيره عشان يديله طعم. يعني شايفين، معلقة صغيرة من الأيستر وصلصة الطماطم عشان بس يديله طعم حلو. فاضل بقى ايه، البقدونس والشبت. او في فلفل كمان، معلقه كده صغننه. شايفين عماله احط الخضار مع الحاجه عشان نستفيد باكتر كميه من الخضار في الاكل. طيب كده الرز اتشوح كويس قوي، والجمبري كمان هبتدي احط له ميه مغليه عشان يستوي بقى براحته.
احط له بس كده ايه ملح وهدي عليه النار واسيبه يستوي. طيب نبتدي هنا بقى نعمل الجمبري بصوص الكاري. كنت بفكر اعمله مقلي وبعدين غيرت رايي، قلت خلاص انا هعمله بصوص الكاري مش مقلي. بنفس الوصفه دي لو حابينه تعملوه مقلي بنعمله عادي بالبيض والدقيق مع شويه بقسماط. اول حاجه هعملها ان انا هحط زبده وهحط ثوم مفروم معلقه كده ومعاها شويه كمون صغننين ورشه فلفل اسود واقوم حاطه الجمبري لو احنا بقى هنعمله مقلي مش هحط الجمبري، هبتدي احط الخضار مع بقيه الحاجه والجمبري ده هقليه خالص واحطه في الاخر خالص. احط مع الجمبري الكرفس والبصل كده هحطه في النص مع معلقه تانيه من الثوم المفروم كده واحط هنا برضو في النص بهارات السمك كمون خلاص مش محتاجينه مع بابريكا، بابريكا هرشها كده مع المكون الاساسي بتاعنا هو الكاري بس واقلبهم كده كويس قوي. مش هحط بقى ميه خالص عشان تسويه، اللي هيسويه الخل مع الليمون. احط الزعفران يديله لون وطعم حلو قوي. الخل والثوم هيسووه. شايفين الجمبري استوى، ما حطيناهوش اي حاجه، استوى بميه البصل مع الثوم مع الخل والليمون. هنحط له كريمه كده بس نص كوبايه، يعني مش عايزاه كتير قوي، عايزه الكاري يبقى هو والزعفران لونهم هو اللي يبقى اكتر من الكريمه. اول ما يغلي هبتدي اغرفه. نبص كده بقى على الرز، الرز كمان استوى خلاص. اغرفه احط له بقى كده شويه شبت كده. يبقى اول وصفه معانا النهارده خلصت وهو رز بالجمبري، ما ننساش الاويستر صوص ومعلقه صلصه الطماطم. تعالوا بقى نبص على الجمبري. طيب هبتدي احط له بقى هنا الفلفل الاخضر اللي متقطع مكعبات صغننه قوي وهبتدي احطه
ابتدي احط عليه رشه من البقدونس وكده ايه بابريكا كده فوق الوش وكده يبقى الوصفه الثانيه خلصت. كمان نطلع بقى طاجن السمك من الفرن. احط له كده رشه من البقدونس وكده يبقى وصفه السمك كمان خلصت. يبقى النهارده كده عملنا ثلاث وصفات. عملنا رز بالجمبري، ما ننساش نحط عليه الاويستر صوص وصلصه الطماطم، وعملنا كمان جمبري بصوص الكاري والزعفران، والوصفه الاخيره معانا النهارده طاجن السمك بالخضار. يا رب تكون الوصفات كلها عجبتكم، اشوفكم ان شاء الله في حلقه جديده. باي باي.